تحت عنوان رائدات القدس يصنعن نصرها، عقد في مدينة اسطنبول المؤتمر السابع لائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين بمشاركة نسائية واسعة من مختلف دول العالم. هذا المؤتمر طبعا يهدف إلى دعم ونصرة النساء الفلسطينيات وجهادهن ونضالهن على الأرض فلسطين المقدسة وبيت المقدس، وأيضا في تربيتهن لهذه الأجيال التي تساهم أيضا في الدفاع عن فلسطين وبيت المقدس ضد الانتهاكات الصهيونية التي لا ترحم ولا تفرق بين كبير وصغير، بين فتاة ورجل، وبين قوي وضعيف. يهدف المؤتمر إلى تفعيل دور النساء وتعزيز دورهن في نصرة القضية الفلسطينية، إضافة إلى إعلان ميثاق العائلة لدعم فلسطين. يأتي هذا المؤتمر ليؤكد على أهمية دور المرأة في مجتمعها في التوعية بالقضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية ليست فقط حكرا وملكا للفلسطينيين كما يحاول أو تحاول الأنظمة الاستعمارية تقزيمها، وإنما هي قضية إسلامية وعالمية وعربية وإنسانية. النساء الفلسطينيات اللواتي تعرضن لظروف صعبة وقاسية وقدمن التضحيات في الميدان فضلا عن ملاحقتهن واعتقالهن من قبل القوات الصهيونية، أكدن خلال المؤتمر على دورهن في التصدي للاحتلال وجرائمه. الاحتلال يريد أن ننسى، ولكننا هنا نثبت أننا أمة لا تنسى بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك يأتي بعد ذكر النكبة التي ظن الاحتلال الصهيوني أنه بعد مضي السنوات أن الأمة ستنسى هويتها وستنسى تاريخها، ولكن هذا الاجتماع يقول للصهاينة ولأصدقائهم أن هذه الأمة لا تنسى وأنها على العهد مع فلسطين ورب العالمين من قبل. ويعد المؤتمر فرصة لانضمام عناصر نسائية شبابية من دول مختلفة لدعم صمود المرأة ضد القمع الصهيوني في القدس المحتلة. قدمنا من تونس في مؤتمر رائدات القدس يصنعن نصرها لنثبت دور المرأة المقدسية ودور المرأة الغزوية في مواجهة الاحتلال ونفضح جرائم الاحتلال. ويأتي هذا المؤتمر ليفضح استهداف الاحتلال للنساء الفلسطينيات عبر القمع والتنكيل، الأمر الذي استوجب عليهن تجديد التأكيد على الصمود ودورهن في التصدي لانتهاكات الاحتلال وممارساته. الأمين صاحب معجزة الإسلام.